سيبقى عالم البحار والمحيطات سرا غامضا للكثيرين، ويظل الجنس البشري يتفاجأ بما في داخل هذا العالم يوما بعد يوم. واليوم سنعرض لكم بعض الأشياء والكائنات الغريبة التي خرجت من المحيط. مخلوق بحري غامض. تم العثور على مخلوق بحري غامض طوله 7 أمتار ووزنه 4 أطنان. يعمل العلماء على التحقيق في وحش البحر الغامض الذي يبلغ طوله أكثر من 23 قدما ووزنه هائل جدا وليس له وجه، في محاولة لاكتشاف هويته الحقيقية. ولكن مع وجود الوحش الغامض في حالة تحلل بالفعل، لم يتمكن الخبراء من تحديد هوية مؤكدة له، والآن يجب إرسال عينة منه للاختبار. قال ماثيو ويستفيلد وهو أحد المختصين: من الصعب للغاية معرفة ما هو على وجه اليقين، لأنه متحلل للغاية، مات في البحر ومات منذ مدة قبل أن تجرفه الأمواج على الشاطئ، لذلك من الممكن أنه قد وصل مع المد العالي. وفي الصور ينظر إلى البقايا على أنها قشرة رمادية وخيطية في بعض الأماكن، مع ظهور عناصر عظيمة في أماكن أخرى، ولا توجد سمة واضحة لبيولوجيا المخلوق، حيث يبدو أن الرأس قد اختفى ولا تظهر أي أطراف، ولكنه أقرب إلى البهائم أو الخيول في الشكل الخارجي. سن سمكة عملاقة. اكتشفت نينا أماندا إحدى سكان ولاية كاليفورنيا الشمالية أثناء نزهة على الشاطئ في الآونة الأخيرة سنا لسمكة قرش عملاقة تعود إلى ما قبل التاريخ، والتي تسمى بالميغالودون. ونشرت نينا صورة سن السمكة العملاقة على حسابها الشخصي على فيسبوك، والتي يمتد طولها 6 بوصات، ولا تزال لها جذور واضحة. ووفقا لما نشره موقع الديلي ميل البريطاني، يعتقد العلماء أن سمكة الميغالودون انقرضت بين 2.6 إلى 3.6 مليون سنة. وقالت نينا على حساب الفيسبوك الخاص بها: كنت أبحث عن الصدفات على الشاطئ ففوجئت بسن لسمكة ضخمة، ورغم أن اكتشافات أسنان الحيوانات العملاقة أمر نادر الحدوث، إلا أن ساحل ولاية كارولينا الشمالية معروف باحتوائه على عينات نادرة من أسماك القرش. وقال خبير بحري في الأسماك: تم العثور على الكثير من أسنان سمكة القرش قبل ذلك، ولكن هذه المرة بها الكثير من التفاصيل التي لم نلاحظها في القطع التي وجدت من قبل. دراجة نارية من نوع هارلي دافيسون. ذكرت صحيفة ذا سن البريطانية أن دراجة نارية وجدت على شواطئ كندا من ناحية المحيط الهادئ، تبين أنها للشاب أوكو يوكوياما حسب ما أظهرته لوحة الدراجة التي كتب عليها باليابانية، وقد وجدها الكندي بيتر مارك على جزيرة جراهام. وقال بيتر: الدراجة كانت مغطاة بالصدى، لم أصدق أن شيئا كهذا سيجتاز المحيط الهادئ بأكمله. أما من جهته قال يوكوياما، الذي فقد 3 من أفراد عائلته، للتلفزيون الياباني عندما رأى صورة دراجة: إنها بلا شك دراجتي، إنها أعجوبة حقا. أكياس من الدوريتوس. امتلأ أحد الشواطئ في شمال الولايات المتحدة الأمريكية بأكياس المقرمشات دوريتوس، وبالتحديد في يوم 30 نوفمبر من عام 2006. كان السبب الحقيقي وراء ذلك هو غرق إحدى حاويات البضائع في المحيط، وظهرت الكثير من البضائع، وكان النصيب الأكبر لدوريتوس. كانت صالحة للأكل، ولذلك استمتع الكثير من زائري هذا الشاطئ باختيار واحدة من 3 نكهات لهذه المقرمشات. قبل استكمال ما لدينا في قائمة اليوم، انتشرت في الفترات الأخيرة هذه الصورة لكائن ضخم جدا على أحد الشواطئ، ولكن في الحقيقة تم مراجعة هذا الأمر، وتوصل المتخصصون أن الصورة غير حقيقية وتم تعديلها بأحد برامج تعديل الصور، ولذلك لم يتم وضعها على قائمة اليوم. شاهدة قبر. على أحد شواطئ سان فرانسيسكو تم اكتشاف واحدة تعتبر الأغرب من بين هذه الكائنات والأشياء، شاهدة قبر لسيدة تدعى ديليا بريزفي، والتي توفيت عام 1890 وكانت في عامها 26. كان السر وراء هذا الأمر
أنه عام 1914 قررت السلطات في سان فرانسيسكو تغيير مكان المقابر وتحريك بعض الرفات البشري من مكانها، ومن يريد الإبقاء على مقابره دون أذى عليه أن يدفع مبالغ مالية لتبقى مقابره. ولكن الفقراء الذين لم يتمكنوا من دفع الأموال تم جرف مقابرهم مثل مقبرة ديليا بريزفي. ولكن الرياح القوية جرفت شاهدة القبر مرة أخرى إلى المكان الأساسي الذي دفنت فيه هذه السيدة، الذي فسره البعض على أنه رفض لما فعلته السلطات. قنبلة غير متفجرة مرة أخرى مع كارولينا الشمالية، ولكن هذه المرة مع غرض من الأغراض الخطيرة، وهي قنبلة غير متفجرة تعود للحرب العالمية. كانت موجودة على الشاطئ بعمق صغير في كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتمكن الغواصون من استخراج هذه القنبلة، ولذلك كان الحل الأمثل هو تفجيرها في المياه، مما تسبب في ارتفاع المياه في مكان الانفجار لارتفاع وصل إلى 60 مترا. بيوض على هيئة لآلئة شفافة تفترش شاطئ مار ديل بلاتا الرملي. فوجئ رواد شاطئ مار ديل بلاتا في مقاطعة بوينس آيرس يوم الأحد بأعداد هائلة من كبسولات بيض تفترش الشاطئ الرملي على هيئة لآلئة شفافة جرفتها مياه البحر إليه، وشهد الأشخاص يلتقطون صورا للمشهد الساحر. شرح عالم الأحياء البحرية أليخاندرو سوبيديت الظاهرة هذه، فقال: هذه البويضات أو هذه الهياكل التي تشبه البيض هي في الواقع كبسولات بيضوية، مشيرا إلى أن هذه الكبسولات مليئة بأجنة الحلزون البحري. وأضاف سوبيديت: إنها ليست حلزونات ذات صدفتين، إنها حلزونات بطنيات الأقدام. ضمن الحلزونيات هناك الرخويات ذات الصدفتين ورخويات بطنيات الأقدام، وينتمي البيض الذي افترش الشاطئ إلى أنواع آكلة اللحوم في الغالب، والتي يمكن العثور عليها على طول شواطئ جنوب المحيط الأطلسي في جنوب البرازيل والأوروغواي وحتى الأرجنتين. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟